الوقت الطبيعي أو الإيقاع الطبيعي النمطي للجسم البشري هو النوم 8 ساعات في الليل والاستيقاظ لمدة 16 ساعة تقريبا من العمل أو الدراسة، يجب أن تكون مستيقظ في هذا الوقت. عندما الوقت الطبيعي للنوم هو الليل، هذه المراكز في الجهاز العصبي المركزي وبالذات غدة تسمى الغدة الصنوبرية تفرز مادة كيميائية هرمون يسمى الميلاتونين، وربما العديد من المشاهدين سمع عن هذه المادة لأنه يسوق على شكل دواء. هي مادة طبيعية تستجيب لحلول الظلام، عندما يحل الظلام يرتفع مستواها تقريبا ل10 أضعاف المستوى الذي في النهار، وعندما تشرق الشمس أو يأتي النور الصباحي ينخفض إلى مستويات تكاد تكون معدومة أو صفر. لكن إذا تسمح لي، الغدة هذه بإفرازاتها تفرق بين مستويات الظلام إذا كان ظلام الليل ولا ظلام المكان حتى لو في النهار؟ سؤال مهم. الوضع الطبيعي أن النوم يكون في مكان مظلم أو ذو إضاءة ضعيفة جدا. الإضاءة الصناعية المبهرة أو الساطعة وجد أنها تؤثر على مستويات هذا الهرمون وقد تؤدي إلى انخفاضه أقل من المستوى المفروض في هذا الوقت. يصل مستوى هذا الهرمون إلى الحد الأعلى أو الأقصى عادة ما بين الساعة 11 مساء والثالثة فجرا، وعلى شروق الشمس يكاد أن يختفي تقريبا. لذلك ما نقوم به في آخر رمضان في مواسم معينة بالذات مواسم العبادات أو مواسم الإجازات أنه يبدأ الشخص بتأخير موعد النوم تدريجيا حتى تنقلب الدورة تماما وتعاكس الوضع الفطري الطبيعي. بس إذا تسمح لي دكتور بعد إذنك بناخذ النقطة دي كاملة، بس برجعك للسؤال. يعني الآن إفرازات هذه الغدة اليوم لو أنت الساعة 12 الظهر موجود في غرفة وأحكمت إطفاء الأنوار تماما وسددت النوافذ، استجابتها للظلام بإفرازاتها هي نفس الاستجابة اللي تستجيبها لظلام الليل؟ لا، ولا هي لا ليست نفس الاستجابة. ولا الجسم يدرك، الجسم يدرك ذلك أن هذا هو وقت الاستيقاظ، فلذلك هو يتبع دورة النهار والليل الطبيعية وليس الدورة الليل التي نصنعها بأنفسنا أن نضع النهار ليل والليل نهار. لا يتبع هذا النظام، هو يتبع النظام الفطري الذي فطر عليه. ولكن تأثير الضوء الصناعي وجد أنه يقلل من نسبة الهرمون إذا ما تعرضت لأضواء ساطعة كما نحن في الاستوديو الآن. يقلل من مستوى هذا الهرمون. هذا الهرمون ليس منوم ولكنه مادة تحفز وتجهز الجسم بعدة تغيرات فيزيولوجية تشمل الجهاز العصبي المركزي، الجهاز العضلي، أشياء كثيرة في الجسم تهيئ الجسم البشري للدخول في النوم في الوقت الطبيعي الذي هو بين 9 و11 مساء.